وللحديث عن انتشار وصناعة وتجارة المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. حياكم الله عميد خليل. حياك الله بياك أخي الكريم. أهلا بك عميد خليل. بداية، ما الذي يعنيه إعلان وزارة الداخلية ضبط مصنع لإنتاج مخدرات الكبتاجون في محافظة المثنى، وما مدى خطورة ملف المخدرات بشكل عام على العراق؟ أخي الكريم، هذا الإعلان فيه ثلاث جوانب. أولا، الإعلان من حيث التأثير والإنجاز الأمني هو إعلان عقيم لا يحمل أسس الاستدلال عن الجريمة ومنفذيها، وهذا يشير إلى انهزام وزارة الداخلية أمام أدوات الجريمة ومن يقف وراءها. الجانب الثاني، المستفيد من هذه التجارة قد بلغ المرحلة الأخيرة والخطيرة، وهي تصنيع المخدرات محليا بعد أن تدرج في صفحتها بدءا من التهريب والمرور ثم الترويج والاستهلاك وصولا للتصنيع والتصدير. الجانب الثالث، وجود هكذا مصانع في جغرافية المثنى المحاذية للمملكة العربية السعودية يشير إلى جهة التصدير المستقبلية، وهذا ما تسعى إليه طبعا إيران وميليشياتها من اتخاذ هذه الجغرافيا الحيوية كمنطقة تهديد لدول الخليج. أما خطورته على العراقيين فهي كثيرة وعديدة. المخدرات من أخطر أسلحة الإرهاب منطقتنا، تستهدف الفرد والمجتمع والدين والهوية، وهو سبب لازدياد عمليات الانتحار والقتل والخطف والتفكك الأسري والمجتمعي، ويستهدف بالذات فئة الشباب لكي يسفه العقول وتفقدهم روح التحرر من الاحتلالات مقدمتها الاحتلال الإيراني، وهذه غاية إيرانية رئيسية في العراق الرافض للاحتلال الإيراني وأدواته. إذن في أي سياق يعني يأتي هذا الإعلان وما الهدف منه برأيك؟ أخي، وفي سياق الترويج الإعلامي، حكومة الكاظمي اليوم عبارة عن فاقدة للإنجاز الميداني ولكنها ممتهنة للتهريج الإعلامي. هذا السياق هو سياق إعلامي ذر الرماد في العيون بأن هنالك المؤسسات الأمنية هي تعمل في صد هكذا ملفات، التصدي لهكذا ملفات، وهي مستمرة في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع العراقي، ورأينا ما حدث في ملف الكهرباء وغيره. عبارة هو عن دعاية إعلامية ليس أكثر وأقل. ولو كان دعاية إعلامية، هناك من يرى عميد خليل أن خطوة وزارة الداخلية أتت متأخرة. سؤال هنا، ما الذي كانت تنتظره حكومة السودان لمعالجة هذه الآفة برأيك، وما الذي تنتظره الآن أيضا؟ أخي الكريم، جميع حكومات الاحتلال بما فيها حكومة السودان هي فاقدة لركائز القيادة مقدمتها حرية الإدارة وسيادة القرار، واستبدلوا كما قلت الإنجاز الميداني بالتهريج الإعلامي. العراق من عام 2003 يعيش حالة اللاءات الثلاثة، لا دولة ولا استقرار ولا سيادة. هذا الانتظار المتعمد من حكومة السوداني يشير إلى هناك منظومة متكاملة تستفاد من ملف المخدرات في العراق بدءا من إيران ثم الأحزاب الولاية وميليشياتها، وهناك تخادم مشترك بين جميع أركان ملف المخدرات من التاجر والناقل والموزع والمسؤول الأمني. يضاف إلى أيضا الحالات الفساد التي تنتشر في وزارة الداخلية، لذلك لا توجد خطورة في هذا الملف لتأتي متأخرة، ما هناك خطوة. إذن يعني المشكلة تكمن هنا ليس بالاستراتيجية المتبعة لمكافحة هذا الموضوع، وإنما بوجود لربما يعني مصالح ودوافع سياسية. أخي بن يتكلم عن استراتيجية قديمة أو حديثة، هو يهرف بما لا يعرف ويتحدث بما لا يفقه. الجانب الأمني والاستخباري متلازمان، وهم من أهم وأسس عمل وزارة الداخلية. جميع الدول ليس في العراق، ومن أسس الأمن الوقائي هو اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتدابير والاستخبارات اللازمة لمنع المجرم من تنفيذ جرمه ووقوع الحادث. فعن أي تحول استخباري هم يتكلمون اليوم؟ أخي، الموضوع في هذا الملف ليس في الإجراءات والاستراتيجيات، بل في الأدوات والشخوص والنهج المفروض على المؤسسة الأمنية بخصوص هذا الملف. المؤسسات الأمنية اليوم مخترقة حزبيا ومسلوبة الصلاحيات ميليشياويا.
يعني كيف تستغل هذه الأحزاب وجودها أو هذه الميليشيات والأحزاب وجودها وتسيطر على وزارة الداخلية، وبالتالي يعني تبعد هذا الملف عن الأنظار وتبعد المحاسبة عن التنفيذ؟ اليوم من يسيطر على السلطة هي الإطار وأحزاب وميليشيات إطار التنسيقي الموالي لإيران، والعقيدة الأمنية لكل المؤسسات الأمنية والعسكرية هي انعكاس لفكر ونهج السلطة الحاكمة، ولذلك وزارة الداخلية في العراق تسير وفق توجيهات وأوامر سلطة الإطار التنسيقي الممثلة بحكومة السوداني. لذلك فقدت الوزارة مفهوم الأمني ومقومات العمل المهني والتأثير الميداني. اليوم وزارة الداخلية مترهلة عدديا وعقيمة ميدانيا، قادتها يسيرون وفق مفهوم الذي فرضته هذه الأحزاب والميليشيات، الخضوع طوعا أو الإخضاع كرها. لذلك غيب جهد وضبط الحدود وأمن البلاد والعباد. في أي سياق عميد خليل تضع زيارة السوداني إلى سوريا؟ أخي، زيارة السوداني هي استعراضية ولائية بأوامر إيرانية، ليس لها علاقة كما روج لها بملف مسك الحدود وتجارة المخدرات، لأنه جميع الحكومات هي غير جادة بمكافحة هذا الملف. لكن من المستفيد من هذا الملف هو النظام، بالتأكيد النظام الإيراني والسوري، وإضافة إلى حزب الله اللبناني، هم المستفيدين من هذه التجارة الصفراء، لأن المخدرات في استراتيجية هذه الأطراف هي ركيزة مهمة وحيوية في ديمومة وجودهم واتساع نفوذهم، وخاية رئيسية في تدمير مجتمعات المنطقة ومنها المجتمع العراقي. اليوم نحن أخي الكريم نواجه حرب منزوعة الأخلاق يشنها شذاذ الأفاق في إيران وسوريا وحزب الله وغيرهم، ألا وهي حرب المخدرات. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير بالشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.